شيخي عندي طبيب أنا شيخي عندي طبيب ويعالجني بالدواء ويعالجني بالدواء يا الفقراء شدوا الحزام يا الفقراء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة من حلقات خذ الحق والتحقيق نتشرف باستضافة الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا من جمهورية سوريا العربية الشقيقة. مرحبا بكم سيدي. مرحبا بكم يا أهلا وسهلا. سنحاور الأستاذ الدكتور في هذه الحلقة حول موضوع مهم وهو الاستقامة. نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول فضيلة الدكتور. نعم. ما معنى الاستقامة التي أمر بها الشارع الحكيم في قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تعلمون العبارة الشائعة على ألسنة أهل العلم والفضل والقرب من الله تعالى قولهم الاستقامة عين الكرامة. نعم. الكرامة معنى ذلك القرب من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون من يعني من مسائل الكرامة أن يحصل للإنسان التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وليست قاصرة على أن يحصل له أمور خارقة للعادة. كما تعلمون المعجزة للأنبياء أمر خارق للعادة، والكرامة تكون للأولياء أمر خارق للعادة، لكن نتيجة ماذا؟ نتيجة كما أمر الله تعالى فاستقم كما أمرت. وهذه بينها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفسر العلماء تقوى الله تعالى كما جاء عن الصحابة وغيرهم، نعم، أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. فالاستقامة هو الالتزام لشرع الله سبحانه وتعالى، نعم، وهذا هو عين الكرامة. هذا هو عين الكرامة. ماذا تعني الاستقامة؟ التزام الشرع كما بين الصحابة رضي الله عنهم، وأظن هذا القول لعبد الله بن مسعود، أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. ما أمرنا الله تعالى به نلتزمه على الوجه الأكمل إذا استطعنا، أو الأقرب إلى الكمال، نجهد أنفسنا أن نفعل ذلك، وما نهينا عنه نبتعد عنه كلياً، كما أمر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن الإتيان بالفعل، الإتيان بالعمل يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى فيه شيء من الكلفة، لأن أصل التكليف ماذا يعني؟ إلزام ما فيه كلفة. بينما البعد عما نهى الله عنه لا يحتاج إلى شيء من الكلفة، لا يحتاج إلا إلى مجاهدة النفس. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذه هي الاستقامة أخانا الكريم، أخواننا الكرام. نعم، نرجع إلى كتاب الله. هناك آيات، أنا كثيرا هنا لعلي في الجزائر في عدة أماكن طلب مني خطبة جمعة وطلب مني دروس، كنت أكرر الكلام عن آية في القرآن الكريم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وأقول عطف الأمر بالإحسان إلى هذه الجهات على عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه الآية التي لم تترك جانبا من جوانب الحياة إلا وتعرضت له بوجوب الإحسان. نعم. مولانا، لو التزم المسلمون بالاستقامة في حياتهم اليومية، ما هي الآثار التي تترتب عن هذه الاستقامة؟ أقول لو أن 50% من المسلمين التزموا 50% من أوامر الله عز وجل لأنجز الله تعالى لهم وعده، ولما كانت هذه الفتن التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام، ولأنجز الله تعالى وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. وأيضا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فيعني المؤسف، وأكرر هذا القول، ما أدري، وأرجو الله تعالى أن يتغير الحال، وقد قلت بالأمس نظرتي الآن أن الدين خير من ذي قبل، وأن الدين في إقبال وليس في إدبار، لكن هناك تقصير كبير. المحاكم في كل بلد إسلامي ممتلئة بالخصومات، ابحث عن هذه الخصومات، تجد أنها بين الإخوة، بين الأقرباء، بين الجوار. لماذا؟ لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان أن تحب للناس ما تحب أن يؤتى، لا يؤمن أحدكم، الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والشراح الحديث كلهم يقولون المراد بأخيه الإنسان. الحديث الآخر يقول أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. لو قمنا الآن بعملية إحصائية، ماذا نجد في حياة المسلمين؟ وأنا أقول كلمة، أنا أتكلم عن المجموع لا عن الجميع، لأنه عن الجميع معنى ذلك كل الناس هكذا، لا، إنما المجموع. فهناك في الأمة والحمد لله يعني من فيهم الخير الكثير وفيهم الخير الكبير، نعم، علماؤنا وطلاب العلم. لكن لو بحثنا وقمنا بعمليات إحصائية، ما هي نسبة الاستقامة في حياة المسلمين؟ ما هي نسبة الاستقامة في حياة المسلمين؟ أنا على ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى، كما ذكرت ليس الاستقامة 100%، 50% أن الله تعالى يغير حال المسلمين ولا يبقي سلطانا لأعداء الله تعالى على المسلمين. مولانا، في وقتنا الحالي يشهد التواصل بين الأجناس البشرية في كل مكان تطورا مذهلا. كيف يمكن أن نستغل هذا التطور التكنولوجي خاصة ما بين المسلمين، أولا في نشر الإسلام، وثانيا في نشر ثقافة الاستقامة التي تعود بالنفع على المسلمين في حياتهم؟ أخي الكريم، في السنة الماضية كان الجامعة التي أدرس فيها في داغستان كلفوني أن أذهب كل أسبوع لأعطي محاضرة في جامعة من الجامعات العامة. فإحدى الجامعات التي ذهبت إليها في مختلف الفنون الواقعية، طب وهندسة وما إلى ذلك، فبدأت كلامي قلت لهم أنتم طلاب شريعة، أنتم طلاب شريعة، طلاب علوم شرعية، لأن كل علم يستفيد منه الإنسان في حياته أمرنا به شرع الله عز وجل. ولكن المسلمين قصروا بكل أسف، وقصروا علوم الشريعة على التفسير والحديث. قلت لهم نعم، أنتم في حاجة إلى علوم التي تسمى علوم شرعية من أجل أن تعرفوا واجبكم في عملكم حتى تتقنوا عملكم، إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، نعم، وأن تعرفوا ماذا يجب عليكم من عبادة وما إلى ذلك. أخانا الكريم، في الأصل من الذي يجب عليه أن يقوم بما تحتاجه الحياة، المسلمون أم غير المسلمين؟ ألم تكن قرطبة هي الجامعة التي يأتي إليها الناس من البلاد الأجنبية وما إلى ذلك؟
كما يذكر في التاريخ أنه أهدي إلى ملك فرنسا في يوم من الأيام ساعة طنانة أهداها إليها أحد الخلفاء، فلما أخذت تطن فكسروها وقالوا إن فيها شيطانا. من الذي اخترعها؟ من الذي فكر أول من فكر في الطيران؟ في الطيران أليس عباس ابن مرداس؟ فالأصل أخانا الكريم أنا هذا الذي أوجهه. لذلك ذكرت، يعني أنا أذكر الحمد لله أنا ما أمرت ولدا من أولادي أن يدرس علوم الشريعة، لكن يعني أردت أن يكون على الأقل واحدا من أولادي طالب علم شرعي، لأني رأيت مرة مكتبة أحد العلماء الكبار في دمشق تباع في الأسواق، قلت يجب أن يكون من أولادي ولد يرث هذه المكتبة ولا تباع بالأسواق. لكن أولادي رأوا أن يعني مسلك أبيهم جيد، ولكن أنا ما رضيت أن يسلك الكل ذلك. ذكرت للإخوة قبل قليل لي ولدان في الطب البشري ولي 3 أولاد في طب الأسنان ذكراني وأنثى، ولي بنت في المعلوماتية. وأنا أقول في كل المجتمعات يجب أن يكون المسلمون هم الأوائل فيما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة. أليس الله تعالى هو الذي يقول لنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه؟ أليس هذا هو الواجب؟ وقلت للأخ قبل قليل حين أنا قررت أن أدرس العلوم الشرعية، لي إخوة 4 أكبر مني بحياتهم بحياتكم البركة توفوا، ووالدي ووالدتي عقدوا لي مجتمعا محاكمة ميدانية. ماذا تريد بطلبك للعلوم الشرعية؟ أن تكون أحد الناس الذين يستجدون عندما موت إنسان؟ تريد أن تكون مؤذنا؟ تريد أن تكون خادما؟ ماذا تريد أن تكون؟ كانت نظرة الناس الذي يطلب العلوم الشرعية سوف يضيع حياته. ومما قالته لي أمي سوف لا تجد من يزوجك، ولا أريد أن أذكر ماذا فعلت في الزواج. إخواننا الكرام لماذا؟ لأن التوجيه صار، نعم وأنا أقول كلاما ربما لي ملاحظة على كثير من أهل العلم قديما، حيث كانوا إذا رأوا طالبا من طلابهم يدرس علما آخر يتهمونه بالضلال والانحراف وما إلى ذلك. فيعني أنا الذي أراه يجب أن يكون هناك توجيه لأهل من أهل العلم لأن يدرس العلوم الكونية والعلوم التي تحتاجها الحياة، حياة الحضارة والمدنية. الآن هل هناك حضارة بما اخترعه آخرون يدمرون به البشرية؟ بينما الإسلام أمر الناس أن يخترعوا من أجل أن ينفعوا الناس، يحافظوا على الاستقامة، يحافظوا على الاستقامة. نعم، فيعني كما تعلمون في الشريعة الإسلامية حتى غير المسلمين من آذى ذميا فقد آذاني، نعم من كلفه فوق طاقته أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. هكذا إسلامنا وهكذا ديننا، نحب للناس جميعا الخير. فيجب في رأيي أن يكون في مقدمة المخترعين والمفكرين أطباء وصيادلة ومهندسين ومخترعين لوسائل الحياة من المسلمين، بينما بكل أسف تجد يعني أقل ما نقول هذا الجهاز الذي يصورنا الآن من اخترعه؟ من صنعه؟ الأجهزة الآن التي هي يعني أولادنا كل منهم في يده جهاز، هذا تليفون، من اخترعه؟ من أليس المسلمون هم أولى وهم يقرؤون القرآن؟ هم يقرؤون القرآن الذي كما قال القرآن لما قال المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون، قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، تفكير العقل. فينبغي أن يكون المسلمون هم السابقين إلى ذلك كله، وهذا من أساس الاستقامة في شرع الله تعالى. شكرا سيدي. فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البوغا من جمهورية سوريا العربية، نشكركم شكرا جزيلا على هذه المشاركة في هذه الحلقة، ونتمنى أن نلقاكم في مناسبات أخرى.
نرجو أن نلقاكم في مناسبات أخرى إن شاء الله متكررة بإذن الله. شكرا لكم سيدي. شيخي عندي طبيب أنا، شيخي عندي طبيب ويعالجني بالدواء ويعالجني بالدواء يا الفقراء شدوا الحزام يا الفقراء شدوا واللي مشرب من ساق واسكوم